ماي جاد يلا عيد. انت بس راح تعدي. 1 2 3 هلو جايز. هاي هاي جايز كيفكم؟ صارت طبعا يا جماعه هذول جي اكس ار انا ما دخلني. اوكي جي اكس ار بيفوز علي الان. ايه انت واحدة من العائله. اه صحيح. بعدين مش احمد بجي اكس ار انت مرت احمد احنا بنحبك. والله لازم تيجي على العرس انت ونور لأذبحكم. اسمعي ان شاء الله ما اكون مريضه. ان شاء الله كنتوا لا انا بجي مليون بالميه بجي. اوكي يا جماعه فيديو مثل الحلو. اسمعوا خليه صاحبة الفيديو تحكي. صح انت صاحبة الفيديو فكر الفيديو تبعك. يابلا سو فيديو اليوم رح نعمل فيديو يلي هو مين اكثر واحد. ورح نستفزها ونتصنع معها. بس الحقيقة انه انا رزان رح نتصنع معها صبا ورح نزعجها وفي وسخة. المهم رح نتصنع مع صبا بس هي مفكرة انه احنا رح نستفز رزان. المهم يلا في صبا هون حلو وفي هون واحدة رزان رزة رزة كيف كان؟ رزة كيف؟ رزة 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 اليوم يعني شو في أكتر من هيك؟ مين أكتر واحد؟ بظن ما بيحتاج أشرح الفكرة لأنه أنتم بتعرفوها ما بيحتاج أشرح لكم كتير. بليز فهموها حالكم روحوا ابحثوا خلص في صور ورح نسأل سؤال هالأسئلة نشوف مين أكتر. أيوة أوكي شو هلأ؟ مين عنده الأسئلة؟ وات؟ أنت مش مجهزة أسئلة كمان؟ إذا ما كنتم مستبكين بالقناة اشتركوا. حاط لكم قنوات الصبايا تحت بصندوق الوصف وهلأ يلا نبلش بالفيديو. أنا من امبارح قلت لك إنه ما آسفة ما كنت مشغولة. خلص عادي هلا كنت مشغولة ما كنت معك. بقلبي جيتي معي. ما كنت معك فما كان عندي وقت. ضيعتي وقتي. أنا؟ والله برجع لآخذ رزة الزلمة أنت ما بتستاهلي. أنت ما بتستاهلي. آخذك آخذك أوخ. ناس اخر زمن ناس بتسال عشرة لك ما انا اجى على الاردن خلاص خلاص اسمعي هادي ما تخليني ابكي بأبكي يا حقيرة لا صبا ليه هيك بتسال ليش هيك بتحب لا انت صبا ما بتحبني لا انت بتحبيني بس ليش هيك بتتصرف؟ ليش بتصرف؟ هيك قصدك الناس تشيها بتخوت بقى ايش؟ اوكي اسئله مين اكثر واحد؟ يعني ما بعرف. You're being weird. مين اكثر واحد كسول؟ اكيد انا بحس انا بنين ميو بحس انا كسول لا بحس انا كثير بحس بنين لانه بنين مثلا بحكي لها يلا لا حرام انت بالوقت مواعيد منيحه تمام صراحه لا انا اكثر وحده ايوه يعني انا وانت بحس نحن اثنيناتنا يا انا وانا وانت ايوه ايوه كسولين كسولين شو بتحكوا ايش في مين اكثر واحد ياكل 100% انا كمان كثير باكل لا انت بالمره لا انا كثير باكل والله ما بتاكلي ابدا لا لا كثير بس انه لك كثير انا بحب الاكل لهيك اصلا يا حبنين كثير بتحب تاكل يعني بس انه ليك بتحكم شيء ايش بقولك انت تكون الصحن ليه فجاه مش فتحت الكاميرا انا يعني ليك تعملوا انت قصدك انا طفله رقيقه وكثير شطوره رقيقه رقيقه ماي جاد بنين بس بنين بنين سؤال سؤال مين اكثر واحد بعصب بحس صبا بحس صبا كثير ايوه عصب. هلا عصبت بالفيديو ما بعرف لما بحكي طبيعي فجأة لفت علينا انه ايوه ما بعرف شو عم بصير معها ليش متعصبه؟ ايش في؟ شو عملوا هون باليوتيوب؟ وين الحمرة صح؟ وين الحمرة تبعي راحت؟ عليك بدي حمرة ما فينا نكمل الفيديو بدنا الحمرة بليز اكسكيوز مي فيكي تقومي شوي وهذا اللي كمان اسمعي وانا لا ايش هاي بدي حمرة اكثر ما مبينة كثير يا اسمع انا كمان انا ايش في؟ مالكم جد ايش في؟ ليك انا بتوصلت وما بعرف كائنات غريبه احنا هيك على اليوتيوب هيك حلو كثير ما نحن على طبيعتنا شو قصدك نحن كثير رقيقين الحقيقه صراحه اكثر وحده هون مش فيك هي انا مش قبل شوي شفتكم كيفكم شبه هلا تغير حكيكم ايش بعدك اياها اكيد مع انه ما بحب استخدم الورق حدا بس كيف اذا ما بدك مين اكثر واحد رياضي زبط الحمرة تخزي ما بيعصب عليه
أنا إذا عصبت، أنا إذا عصبت مشكلة بعدين، خاف الأوعية الدماغية هني تتفقع. ماسك نفسي هاليومين. ليش بتيري هاد اللون؟ أنت عارف إنه هاد مش لون. عم سوري مو قصدي. انا وهي رح نتصنع على رزان، وبعدين انا ورزان بلشنا. ماي جاد اصبحكم شفتيها كيف لما حكيت لها ليش بتفجري احنا ليش بتصرف هيك؟ قصدك ليش تفجريها؟ لا انه ما انا صرت معك امبارح بحكي لهيك قادرة عم بيحكوا بطريقة بس انه مش انتوا مش هيك ابدا على الحقيقة. يعني شو قصدك؟ شو اللي بضربك هلا؟ ليش تشوفي هيك؟ بليز ليه العنف هيك معك انت؟ شو عم بيصير؟ شو هذا؟ أول مرة بحياتي بشارك بفيديو يوتيوب زي هيك مقلب وما مقلب. اسمع بحياتي ربي لنطفة مشاكل. في مرة أولى لك يا حبيبتي. خلاص خلاص منين؟ أنا مستحيل مستحيل أتعامل مع بنات هيك يعني بالحقيقة. أكاست ما مش فاهمة ايش قصدك. بس بس مين أكثر واحد مزعج؟ انت تنتن حاليا هاي لانه فشت بالمقلب. لا لانه فشت بالمقلب. طبعا روزا 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 صبا ليه انت هيك مزعجه كثير الصراحه؟ ما بعرف شو انا ما حكم الفيديو. خلص خلص يعني ايه يعني ما عملنا فيكي اشي يعني قوي، كان اشي كثير بسيط مجرد تسل. اسمع بالمرة مش لابق لهم يعني. انا قلت يعني ها ممكن أصدق. يعني ممكن يتغير شوي على الكاميرا بس انتوا ولك خلاص بنين روح روح بنين الرقة بنين. حبيبتي نحن رقيقين نحن بنات. الرقة مش بالدلع، الرقة بالتصرفات مش سامحينا صبا على سوري صبا صح انه مقلب سريع بس يعني ان شاء الله انت صدقتي عن جد والله مقلب حلو. لا المشكلة انه انا قلت لها انه انا وانت رح نستفز رح نتصنع على بس انت ما بلشتي تستفزي المفروض انت كمان. انا ما لحقتش سريع لما خبطها زيك بسرعه بسرعه بلشت هي صارت تغمزني انت السبب. ايوه لا ما انت ما بديش قلت صارت تحكي هيك يا سامي. لا انا بلشت احكي شوي. لا انا بلشت احكي بصوت. انا حاسه حالي مش هون. اوكي على كل حال اصدقاء ان شاء الله اذا ما بت سامحينا هلا هاي هي الزلمية بدي اياها اذا ما بتسمعيها هي هي. اوكي يا جماعة شكرا يا جماعة لكم حضرت الفيديو. طبعا انا كثير استفزيت طبعا اذا مش بنحبكم كثير بتمنى يكون عجبكم الفيديو. الفيديو كثير سريع باي ذا واي بس يعني حلو احلاني شايفين اللبستك كيوت. بتمنى يكون عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا قناة الصبايا حيكون تحت بصندوق الوصف. بنحبكم بنحبكم للقمر بدنا نوصل الفيديو 100,000 لايك. باي 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 تمبك بك. انا قلت لك هذيك كلام هذيك كلام اروح مع الكاميرا اكيد. لا قلبي يا طب انا صوروني ثاني ثاني اسمعي اسمعي هلا اشي ثاني خلص راحت شوي شوي صوت 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 بعدين عم تخوفيني انا بلم لحالي بس بهدول انا بلم لحالي صوت المي اسمعي بخاف صوت شو نسيت تجيب الرينج لايت. طيب شو عمل يعني ليش ما جابت الصبا؟ ليش ما جبت؟ انا حكيت لك الك ما حكيت لصبا. صرنا ضوع هاي بتنضوي هذا تضويها بتعطي ما حطينا بدك تضويها رزان؟ اي ثينك اذا ضوت بتعطي مور افكت. ما طبعنا ليه ما جبت الصور؟ وات؟ انا كمان اجيبهم؟ ما كنت عارفه انا ما كنتش فاضيه. اتس فاين ما قلتي لها؟ حكيت لها اذا بتبالي. هاي لسه مش هاي بدي اعمل سكرين شوت لصورتي. طب ليش مشغله الكاميرا؟ ويست اوف تايم. الله يا كريم يا الله الغزاله رايقه من الناس الحلوه سيئه. يلا شو رايكم؟ شو بتعملي ولا؟ عم براس الحبيبي الله اقتلش اسمع الله نور الايمان.